السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايب قلبي، شرفتوني ونورتوني في قناة اسأل مجرب مع أم يوسف. بشكر لكل واحد وكل واحدة اشتركوا معايا في القناة. أتمنى يا رب تحققوا كل اللي نفسكم فيه، وعمرها ما هتكبر إلا بيكم، وربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب في حياتكم. النهاردة إن شاء الله روتين يوم الخميس ويوم الجمعة مع بعض. النهاردة بإذن الله هنعمل حاجة بسيطة سهلة جدا خالص، دي يوم الخميس هنعمل شوربة عدس على طريقتي، أتمنى يا رب إن هي تعجبكم. حاجة بسيطة خالص، روتين بسيط جدا ومفيش فيه أي صعوبة. أول حاجة إن شاء الله زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، هنغسل العدس كويس زي ما انتوا شايفين بعد ما غسلته وحطيت عليه مية. دي اللي أنا إن شاء الله هسلقه، يعني كل حاجة من المقادير كلها حطها في العدس، كل حاجة هتشوفوها معايا الوقت خطوة بخطوة. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي اول حاجة، غسلت العدس وحطيت عليه مية. بعد كده بقى هيبقى معانا مثلا معانا طماطم وبصل وبطاطس. دي يا بنات ربع كيلو عدس، الربع كيلو ب5 جنيه، ما شاء الله بيعملوا كمية كبيرة من العدس، من شوربة العدس. المقادير بقى ايه، 1/2 كيلو طماطم، بصلتين متقطعين ترنشات زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، حباية بطاطس واحدة مقطعة مكعبات صغيرة، كرات، الراس بتاعت الكرات اللي هي البيضة دي، قطعت كراتة واحدة زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. و1/2 كيلو من الطماطم، كل ده هنحطه فوق العدس وهنسلقه. الطريقة دي بتبقى صحية وبتبقى جميلة جدا وبتبقى خفيفة على المعدة. اظن شايفين حضراتكم كده، ضفنا الاول البصل وبعد كده هنضيف بقى المقادير كلها، الكميات كلها. حطينا الكرات، اتمنى يا رب ان انت تتابعي الفيديو للاخر، ما شاء الله في حاجات جميلة جدا هتعجبكم. وحطينا بقى البطاطس، كل دي بقى هنرفعه على النار لما يستوي معانا. ودي 1/2 كيلو من الطماطم، اي بنات بالشكل ده كده. كل ده حطيناه على البارد، وبعد كده بقى هنحطه على النار. اهو ولعنا بقى النار عليه، وهنسيبه بقى لمدة 10 دقايق كده على النار لما العدس يستوي معانا. هنغطي عليه وهنسيبه بقى، وهنحط له برضو فصين توم وهو بيتسلق، او فصين توم دي هنحط الثوم دي وهو بيتسلق. العدس علاجه اللي هو الثوم، هو بيحب الثوم جدا. اذا مش شايفين حضراتكم كده اهو، دي بعد ما غلى معانا اهو، يعتبر هو استوى معانا. مادام حبيت العدس كده اتغيرت معانا وزادت، يبقى كده استوى معانا. هنطفي عليه وهنسيبه لما يبرد خالص ونضربه في الخلاط. اهو بالشكل ده كده. وبعد كده نعمل ايه بقى، يتبقى عندي شوية رز بتاع المحشي من المرة اللي فاتت، كنت عايناهم في التلاجة، وكان عندي ورق خس، قلت هنعمل دقيقة محشي كده ليوم الجمعة. اه زي ما انتوا شايفين حضراتكم دي من يوم المحشي اللي هو بتاع الكرنب. اتبقى شويه رز عندهم في التلاجة، وقلت بقى ايه نعملهم يوم الجمعه، دي ايه نعمل حله محشي كده ليوم الجمعه. ودي ورقه خاص بيبقى جميل جدا في المحشي.
كده خلاص انطفت على العدس، هسيبه بقى لما يبرد خالص معانا. ودي بقى المحشي. هنحشيهم برضو. ودي بقى بعد ما برد معانا اهو، هنحطه بقى في الخلاط. نشف المية، نشفت خالص منه، وهنحطه بقى في الخلاط وهنضربه. طريقة سهلة جدا وبسيطة وما شاء الله بتبقى جميلة. وشوربة العدس دي بتبقى حلوة قوي في الشتاء، هي العدس والمحشي بيبقى حلوين قوي في الشتاء. وبعد ما ضربته في الخلاط هنصفيه بقى. لازم يتصفى عشان بيبقى يطلع قشر كده، ما بيبقاش على وش شوربة العدس، لازم دي يطلع منه زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. اهو دي اخر بقى كمية معانا. وبعد كده بقى هنحط له ريتل مية حسب ما انت عايزه، عايزاه تقيل عايزاه خفيف، المية دي حسب ما انت عايزه. انا هضيف له رتل مية اهو، كل ده على البارد، ما حطيتوش لسه على النار. لسه طبعا تقيل معانا، هنحط له كمان مية. غالبا كده خلاص ما عدناش حاطين له ميه بقى، هنرفعها بقى على النار. وهنعمل بقى ايه التومه بقى، الوقت هتشوفوها معايا هنعملها ازاي. هن كده هنغطي عليه وهنسيبه بقى لما يغلي معانا. معانا معلقه توم، وهنحط طاسة على النار زي ما شايفين حضراتكم كده، وهنحط فيها معلقة زيت أو سمن. هنشوح التومة لغاية ما تصفر معانا لون ذهبي. بجد الطريقة دي جميلة جدا، وأتمنى يا رب إن انتوا تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. بدأ اللون اللي خدت اللون الذهبي أهو، أهم حاجة طشة العدس دي بقى بتبقى شكل الملوخية كده، بتبقى جميلة وريحتها روعة. وبعد كده برضه هنعمل هنحط فيه شعرية. الشعرية دي بتلف العدس وبتخليه جميل جدا. هنحمر برضو الشعرية، هنديلها اللون الذهبي وهنضيفها على العدس اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيتها بقى على النار اهو واقلب فيها عشان ما تتحرقش مني. ومعانا بقى البهارات اللي احنا هنحطها على العدس، كمون، بابريكا، فلفل اسمر، وكزبرة ناشفة. كده حطيت اول حاجه، حطيت التوم، وبعد كده حطيت الايه شوربه العدس. هنضيف بقى البهارات.
كده خلاص العدس كده خلاص معانا ما شاء الله بقى جميل، ونحط له بقى رشة الملح، وبألف هنا اللي ياكل. جربوا بقى العدس بالشعرية، جميل جدا. كده خلاص اللي حطينا الملح وبدوقه واشوف عايز لسه ملح ولا لا، بس هو ما شاء الله جميل جدا. كده خلصنا بقى يومنا، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. وكمان عملنا حلة محشي اليوم الجمعة اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، عملنا عدس وعملنا ومحشي سلق محشي خاص. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وهتشوف برضو هتشوف يومنا يوم الجمعة، دي يوم الخميس، دي بقى يوم الجمعة تاني يوم. جهزت الأول الفطار وفطرنا والحمد لله. وعملت بقى الغدا محشي، دي محشي الخاص اهو ما شاء الله جميل جدا. وعملت البط، كنت يوم الجمعة عاملة بطتين اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، دول بطتين ودي المحشي الخاص. اتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يكون اعجبكم.